ازيكم؟ عام جديد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله، وبنتهز فرصة العام الجديد وعايزة اتكلم معاكم في موضوع لطيف جدا. في الغرب، امريكا، كندا، اوروبا، وحتى في دول تانية كتير قوي، في ظاهرة النيو ييرز ريزولوشنز او قرارات السنة الجديدة أو أهداف السنة الجديدة، وفيها كل واحد بيقعد يفكر بينه وبين نفسه إيه الحاجات اللي نفسي أحققها في السنة الجديدة، وإيه الحاجات اللي عايز أتخلص منها أو أبطلها. أحلى وألطف مثال للموضوع ده من عالمنا إحنا هو الأغنية بتاعت شعبان عبد الرحيم، هبطل السجاير واكون انسان جديد، ومن اول يناير خلاص هشيل حديد. الاغنية لطيفة جدا جدا، بغض النظر عن بحب شعبان عبد الرحيم ولا لا، مطربي المفضل ممكن اسمع له ولا لا، لكن الاغنية دي بالذات اغنية لطيفة جدا جدا ومناسبة جدا جدا للتوقيت اللي احنا فيه. هي السنة الجديدة معناها بداية جديدة، معناها فرصة ان احنا نتفائل ونفتح كده قلوبنا للأحاسيس الجميلة الحلوة. اكيد طبعا طبعا اكيد في حياتنا ناس متشائمي النزعة، تشاؤميين جدا جدا، هيقعدوا يتكلموا السنة دي زي السنة اللي قبلها، والحال بينزل من سيء لأسوأ وكل الكلام ده. لكن على المستوى الشخصي اعتقد ان دي فرصة رائعة ومهمة جدا ان احنا نمسك ورقة وقلم ونقعد كده نفكر، يا ترى السنة ايه الحاجات اللي انا عاوز احققها في السنة الجديدة، ونقعد نكتب كده اهدافنا من اول حاجات بسيطة خالص زي انا هشرب 8 كوبايات مية في اليوم، او انا هقلل السكر، او انا هتحرك اكتر، لغاية اهداف اعمق واكبر زي اهداف مهنية، نجاحات الواحد عايز يحققها. كل واحد فينا عنده احلام، واعتقد ان البدايات الجديدة للسنة الجديدة فرصة هائلة جدا ان احنا نفتكر الاحلام دي ونقعد نفكر بشكل واقعي ازاي ممكن احقق الاحلام دي بقدراتي الحالية، وايه اللي ممكن اعمله عشان اقرب خطوة للي انا نفسي احققه. الحاجة التانية ان احنا نفكر في كل الحاجات السيئة اللي كنا بنعملها، او العادات اللي مش لطيفة قوي اللي كنا بنمارسها، ونفكر في طريقة ازاي نوقفها. بلاش نكتر الاهداف كتير ونقول بقى احنا عايزين فلوس وعايزين جاه وعايزين سلطة وعايز ولو مثلا حد ما فيش حد خالص في حياته، انا نفسي السنة دي ان انا اتجوز. نحط حاجات اهداف نقدر نحققها وتكون مناسبة للتايم فريم، للوقت اللي هو سنة. من ضمن الحاجات ان احنا نعمل نختار كده 8 مواضع في حياتنا، وما نزودش عن 6-8. ان مثلا ايه العلاقات بتاعتي عايز يبقى شكلها ايه، سواء علاقات في العمل، سواء علاقات مع في البيت، مع العائلة، مع الاصحاب. يا ترى الصحة حالتي الصحية سواء الجسدية او النفسية او العقلية عايزها تبقى ازاي؟ يا ترى على مستوى الشغل ايه اللي انا عايز احققه، ايه اللي انا عايز اعمله؟ على مستوى التعليم هل في دورات جديدة عايز اخدها؟ هل في كتب عايز اقراها؟ هل في حاجات عايز اتعلمها ومهارات عايز اتعلمها بحيث ان انا اثبت نفسي في المكان اللي انا بشتغل فيه؟ او هل نفسي مثلا انتقل لشغل تاني او اترقى او الكلام ده كله؟ على المستوى المادي ممكن مثلا انا مبذر في الحتة دي، فيعني امسك ايدي شوية في المواضيع دي، او ازاي ممكن احسن دخلي بصورة اكبر.
نحدد ال 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 الحاجات الأساسية، أنا بسميها الأعمدة، أعمدة حياتنا. تخيلوا حياتك كده عبارة عن مبنى، إذا ما كانش له عواميد صلبة قوية تشيله المبنى هينهار. ونفكر أتليست نحط هدف واحد في كل ناحية من نواحي حياتنا دي. يا ترى العلاقات بتاعتي إزاي ممكن أخليها أحسن؟ ممكن تكون حاجة بسيطة جدا إن أنا أبتسم أكتر، إن أنا لما أشوف الناس أبتسم أكتر. وممكن تكون حاجات أقوى من كده، إن أنا عندي خلاف مع أشخاص معينة أقعد وأحاول أحل الخلاف ده. في الصحة مثلا ممكن يكون هدف بسيط زي إن أنا أشرب مية أكتر أو أتحرك أكتر، وممكن يكون هدف أكبر إن أنا أروح الجيم 3 مرات في الأسبوع مثلا، وهكذا. الفكرة إن إحنا نقضي آخر أيام في 2017 بنفكر في السنة الجديدة وإزاي نخليها سنة أحسن وأحلى وسنة نجاح وسنة سعادة، وإن شاء الله إن شاء الله تكون فعلا سنة سعيدة علينا كلنا. اكتبولي تحت في التعليقات يا ترى ايه اللي انتوا بتحلموا بيه للسنة الجديدة، وتعالوا نبتدي كده حوار يمكن اقدر اساعدكم، ونتكلم ازاي ممكن نقرب خطوة من تحقيق احلامنا.